انت ليش تتخرج ضعيف؟ ليش تخلي الشركات هي تتحكم فيك؟ ليش ما انت تتحكم في الشركات؟ لما بتتخرج قوي والله العظيم الشركات بتترجاك، ما بتتركك، بيجيك جوب اوفرز، بتطلع بتحلق. انت ليش تتخرج ضعيف؟ وبعدين في السوق التوزيع الطبيعي للاشياء انه في زي ما في ناس كويسين في ناس عاطلين في ناس وسط، صح؟ هيك طبيعه بني ادمين. هذا ينطبق على الشركات، في شركات سوبر كويسه وفي شركات وسط محترمه وجيده جدا، في شركات هامله. ما تخلي حالك عرضه لهذه الشركات الهامله اللي تجي تستغلها، تصير توفر سنه من غير راتب. ليش؟ عشانك ما بتعرف شيء، تحرض عليك. مش كل الشركات في السوق هيك، بس في احنا بني ادمين زي ما في منيح في العاطل. انت لو قوي ما انت ازعم شركه تطبل على بابها وتدخل تاخذ اوفر ثانيه. فتخرج تكون قوي، كل شيء بايدك، انت بتصنع نجاحك، بدك تصنعه اصنعه، ما بدك تصنعه اللهم اني تبلغت لكم.